مخدود ساب بعثة المنتخب وسافر على فرنسا. اتحاد المصارعة دلوقتي مسميه الهارب احمد فؤاد مخدودة، لاعب المصارعة الرومانية اللي بين يوم وليلة بقى حديث كل الناس، لان بعد رجوع بعثة المنتخب من بطولة المصارعة اللي كانت مقامة في تونس اتفاجئوا بان مخدودة مش موجود بينهم، ويبدو ان سافر لتمثيل دولة تانية وبشكل كبير فرنسا. وبمجرد اختفاء اللاعب اتحاد المصارعة طلع وقال اللاعب الهارب، والاتحاد صرح وقال ان اللاعب كان بياخد في الشهر حوالي 7000 جنيه، واحنا ما كناش مقصرين معاه في اي حاجة. الكلام ده اللي نفاه فؤاد مخدودة والد اللاعب، اللي قال في مداخلة تلفزيونية ان ابنه كان بيعاني وكان مظلوم ماديا، وكان في بطولة من البطولات كان من المقرر انه ياخد وقتها 16000 جنيه، ولكن بعد خصم الضرائب ابنه استلم 1200 جنيه بس، لان الضرائب وقتها خصمت 14800. واتحاد المصارعة المصري بعت للاتحاد الدولي للمصارعة وطالبهم ان اللاعب يفضل تحت قيد الاتحاد المصري للمصارعة. والجدير بالذكر بقى ان مخدودة ما كانش اول لاعب مصري يسافر دولة تانية ويسيب مصر، كان في لاعيبة كتير قبله زي محمد عبد الفتاح بوجي اللي ساب مصر وسافر يمثل منتخب البحرين، وفي كمان اللاعب محمد عصام اللي ساب مصر وسافر يمثل دولة أوروبية، واللي قال انه كان بيعاني ماديا بشكل كبير جدا، وان جهاز تنمية المواهب التابع لوزارة الشباب كان بيديله يدوب 300 جنيه. وفي كمان اللاعب طارق عبد السلام اللي سافر بلغاريا، وغير المصارعة فانت هتلاقي الرياضات التانية ما سلمتش من موضوع تمثيل الدول التانية، زي الرباع فارس حسونة اللي ساب منتخب مصر وراح مثل منتخب قطر وخد الميدالية الذهبية، وعندك كمان محمد الشرباجي ثالث العالم في لعبة الاسكواش اللي ساب منتخب مصر وراح يمثل دولة انجلترا، وفي كمان اللاعب سامح الدهان الدولي في رياضة الفروسية اللي ساب مصر وراح يمثل دولة انجلترا، ولاعيبة كتير بتروح واحد ورا التاني عشان مش لاقيين الفرصة في مصر، في حين ان الاتحاد بيخرج ويقول انه بيوفر كل حاجة وبيجيب لهم لبن العصفور فريش قبل ما يطلبوه. وما بين هروب اللاعيبة وتصريحات الاتحاد بتستفاد الفرق المنافسة بالمواهب المصرية. قلنا بقى، هل خروج اللاعيبة والمشاركة تحت اسم دول تانية صح ولا غلط؟